ساعدنا يعني على الله وعلى هالناس، يعني ساعدني ما جاي لحق يعني مدارس وهذا. عندك رعاية اجتماعية؟ لا ما عندي. البيت اللي ساكنة بيه شنو هذا حجية؟ بيت تجاوز. نعم. عندك قدرة على العمل؟ بال شغلة نقدر نساعدك بيها؟ والله ما أقدر يعني بعد التزمت مدرسة وهاي ما أقدر مدارس. شنو محتاجة حجية؟ ثلاجتنا صلحتها مرتين وبعد خرفة يعني ما محتاجة ثلاجة. نعم. محتاجة هيتر، مراوح سقفية ما عندنا، إنارة ما أقدر يعني أنا أشتري. هيتر العفو، مايكروف. محتاجة طباخة كهربائية. محتاجة أوفن، سخان. سخان مال جيزر قصدك؟ جيزر اي ما لا جيزر محتاجة لأن والله ما يبارد هسه جاي نقسم. نعم. اي براد محتاجة، خلاط اذا ما سنكت يعني ما عجبني هالموضوع. نعم. زين عندك احد مريض؟ لا بس انا شوي تعبان. يعني جاي تاخذين علاج مزمن لو لا مو مزمن بس نعم. شوي يعني التهاب المعدة. نعم. ورحت المستوصف اخذت علاج يعني عليه؟ اي بس يعني علاج غالي ما جاي اقدر اشتري. يعني هذا مستمر العلاج مالتك لو شنو؟ اي لازم اشتري بس انا بس عالجت مرة واحدة بعد ما قدرت اشتري شوي غالي. يعني هذا مستمرين عليه العلاج لو أي كل شهر؟ لا لا استمر عليه. ايش قد يكلف هذا العلاج؟ والله ما اعرف. عندك احد بالمدرسه حجيه؟ اي عندي. بيع صف وبيع صف؟ رابع علمي. نعم. سادس ابتدائي، خامس ابتدائي وثالث ابتدائي. حجيه من ضمن برامجنا عندنا بطاقه الاذاعه والاساءه هاي قيمتها 50,000. مشكور. ان شاء الله الاخوان يتصلون بيك وتجين تستلمين بها. مشكور. ان شاء الله ما يصير خاطرك. ميزان حسناتكم ربي يوفقكم ان شاء الله. الله حافظك.